وللمزيد من المتابعه مشاهدينا ينضم الينا هاتفيا الاستاذ احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام. سيد احمد بعد التحيه، كيف تابعت زياره رئيسه وزراء الدنمارك لمصر والعلاقات الثنائيه المشتركه بين مصر والدنمارك؟ يعني بالطبع هذه الزياره الاولى لرئيس وزراء الدنمارك لمصر وتمثل اهميه كبيره حقيقه في اطار العلاقات المتميزه وذات خصوصية كبيرة بين مصر والدنمارك، وهي علاقات متشابكة متعددة على مستويات كثيرة، مستويات اقتصادية وسياسية وثقافية واستراتيجية وعلمية. واعتقد ان الدنمارك احد الدول الاسكندنافية تمثل نموذج مهم لديها تجربة تنموية كبيرة ولديها مزايا نسبية. في المقابل مصر ايضا دولة مهمة اقتصاديا واقتصادها ذات اقتصاد قوي، دولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هذه الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وهي كثيرة حقيقة كما أشار إليها الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء الدنمارك. وبالطبع منها بالطبع قضايا الاقتصاد الأخضر والتعاون في مجال المجالات التغيرات المناخية و انتاج الهيدروجين الاخضر. ومصر لديها نموذج مهم، وقد تعاونت البلدين حقيقه في كوب 27 بشرم الشيخ، وبيعكس حقيقه التوافق بينهما في هذا المجال. هناك قضايا ايضا قضايا الهجره التي ايضا تمثل اهميه كبيره للجانب الاوروبي، وكما اشار الرئيس السيسي مصر عبر الرؤيه الشامله ومنهجها المتميز في مواجهه هذه القضيه استطاعت ان تكون حائط صد امام الهجرات الهجرة لأوروبا من الحدود المصرية، وهما عكس حقيقة الدور والرؤية المصرية. وقدم الرئيس السيسي في هذا المجال رؤية شاملة فيما يتعلق بمعالجة الهجرة من منابعها، سواء عبر تصفية الأزمات والصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط التي شكلت بيئة طاردة لهؤلاء المهاجرين، أو فيما يتعلق بتحقيق التنمية في أفريقيا ومساعدة الدول الأوروبية ومنها بالطبع الدنمارك للدول الأفريقية في هذا المجال. وبالتالي هو شاملة، إضافة طبعا إلى التعامل المصري مع المهاجرين واللجوء. ولن نرسل هناك 6 مليون مقيمين في مصر يتمتعون بنفس المزايا كمواطنين حتى تتحسن ظروفهم. وبالتالي هذا المنهج المصري في التعامل مع قضية الهجرة شهدت به الدنمارك والدول الأوروبية، وهو محل التقدير حقيقة من كل دول العالم، باعتبار ان اوروبا هي احد الدول او هي المناطق المتضرره او التي تمثل الهجره غير المشروعه صداعا مزمنا لها. على المستوى الثنائي هناك علاقات قويه، يحتفل البلدين هذا العام بمرور 65 عاما على العلاقات الدبلوماسيه. حجم التبادل التجاري ايضا يعني يقارب المليار دولار، وهو حقيقه يعني لا يتناسب مع حجم الفرص الواعده بين البلدين، خاصه مصر الان بيئه جاذبه واعده للاستثمارات الدنماركيه في مجال الطاقه، في مجال الاقتصاد الاخضر، في المشروعات القوميه العملاقه مثل محور التنميه في قناه السويس والتعافي الاقتصادي. كما اشارت رئيس وزراء الدنمارك لان الازمه الروسيه الاوكرانيه والازمات العالميه فرضت كثير من التداعيات على الدول المختلفه وحفزت وساهمت في تعزيز الشراكات مع الدول المختلفه. واعتقد ان بناء الدنمارك الشراكه الاقتصاديه الاستراتيجيه مع مصر ياتي في سياق مواجهه اثار هذه الازمات وتقليل اثارها السلبيه. وبالتالي الدنمارك هي تمثل ايضا بوابه مهمه لمصر صوب الاتحاد الاوروبي وشمال اوروبا والدول الاسكندنافيه، كما ان مصر ايضا تمثل بوابه مهمه للدنمارك فيما يتعلق بالشرق الاوسط وافريقيا. واعتقد ان تعزيز هذه الزياره تساهم في تعزيز امرين، الامر الاول العلاقات الثنائيه، التعاون الاقتصادي والتجاري في المجالات المختلفة، وفيما يتعلق بتعزيز العلاقات والشراكات الأوروبية الأفريقية، وهي تمثل أيضا أهمية كبيرة. ومصر هنا تعتبر يعني حلقة وصل ما بين أفريقيا وما بين العالم الخارجي وما بين أوروبا. وبالتالي هي زيارة مهمة في التوقيت، زيارة أيضا تأتي في السياق السياسي الدبلوماسية التنمية المصرية في بناء شراكات مختلفة، الانفتاح على كل الدول على كل التجارب التنمية التنموية من أجل تعزيز التنمية في الداخل، وهو ما ينعكس بالطبع وإيجابا على المواطن المصري ورفع مستوى معيشته. وأعتقد أن الدنمارك بما لديها من مزايا نسبية في مزايا متعددة في مجال الزراعة، مجال الأمن الغذائي، أمن الطاقة، اقتصاد الطاقة المتجددة، كلها تمثل حقيقة إضافة مهمة لمصر. وبالتالي هي زيارة هي تعكس أهمية كبيرة واهتمام مصر حقيقة بكل الدوائر، خاصة دائرة شمال أوروبا، كما أيضا أولت دائرة للاهتمام بشرق أوروبا وأيضا بالدوائر المختلفة إضافة إلى الدوائر التقليدية في غرب أوروبا وغيرها من الدوائر التقليدية. في ظل كل ما ذكرته سيد أحمد،
65 سنة من العلاقات بين مصر والدنمارك، شمال أوروبا وأفريقيا، والبوابتان لكل قارة. في هذه الزيارة كيف يمكن تعزيز هذه الشراكة الاقتصادية؟ ونحن نتحدث عن الدنمارك سوق واعدة للصادرات المصرية، وتحديدا فيما يتعلق بالخضروات والفاكهة. يعني بالطبع هذا نقطة مهمة، لأن الآن العلاقات الدولية تقوم على مفهوم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. يعني هناك مزايا مهمة تقدمها مصر للدنمارك، وهناك أيضا مزايا نسبية مهمة تقدمها الدنمارك لمصر، وهذا ما يعزز فرص التعاون ودافع للأمان، خاصة في ظل وجود إرادة سياسية قوية، في ظل وجود علاقات سياسية ممتازة بين البلدين، وفي ظل وجود تاريخ مشترك من العلاقات المهمة والتنسيق المشترك. بالطبع الدنمارك تمثل أيضا سوق مهمة للسلع والصادرات المصرية، خاصة الخضروات والفاكهة وغيرها، أيضا في مجال التوسع في الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والهيدروجين. والدنمارك حقيقة لديها ميزة نسبية مهمة وتجربة مهمة في هذا الإطار، تتوافق أيضا تتقارب مع التجربة المصرية. هناك أيضا مجال أمن الطاقة، لأن مصر الآن أصبحت مركز إقليمي للطاقة، وخاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي في الشرق المتوسط وأوروبا. يعني نعرف أنها تضررت من الأزمة الروسية الأوكرانية في مجال أمن الطاقة، وهذا مجال مهم بالفعل أيضا لتعزيز التعاون بينهما وتدعيمه. هناك أيضا في مجالات الزراعة، في مجالات النقل، في مجالات المياه واستخدامات المياه، هناك مجالات حقيقية حقيقة عديدة تمثل أهمية كبيرة. وأعتقد أن الدنمارك يتعاون بشكل كبير على شراكتها الاقتصادية مع مصر في إطار التعافي الاقتصادي العالمي بعد الأزمات العالمية، جائحة كورونا ثم الأزمات الحالية. كل هذا بيدعو إلى بناء شراكات مع الاقتصاد القوية، ومنها الاقتصاد المصري. وأن أيضا الدنمارك تعول أيضا على الدور المصري والتعاون مع مصر في تعزيز التعاون أيضا مع الدول الأفريقية، سواء في شمال القارة أو في جنوب القارة. وأعتقد أيضا أن التعاون أيضا ليس فقط على المستوى الاقتصادي والتجاري، كما أحد المخرجات المهمة لهذه الزيارة، إضافة أيضا إلى ذلك هناك أيضا التعاون في مجال القضايا المتعددة، المواجهة الإرهاب، الكفر المتطرف، رفض التعصب والعنصرية، والتأكيد على القيم المشتركة والجانب الثقافي، وتأكيد على أهمية التعايش دائما وبين الثقافات وبين الحضارات، وتأكيد هذا النهج المصري حقيقة مع النهج الدنماركي. هناك أيضا قضية تتعلق بتسوية الأزمات في المنطقة، كما أشار الرئيس السيسي أن ضرورة تحقيق التسوية الشاملة للقضايا. هناك أيضا دعم القضية الفلسطينية، هناك أيضا قضايا متعددة فيما يتعلق بالتوازن في النظام الدولي، ويتعلق بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ومصر لديها مبادرة مهمة في هذا الإطار، ودعا الرئيس السيسي أكثر من مرة وكان في مؤتمر كوب 27 إلى وقف الحرب باعتبار أن استمرارها لن يحقق مصالح أي طرف، وأيضا يؤدي إلى استمرار التداعيات السلبية لهذه الأزمة على كل الدول حقيقة بما فيها الدنمارك ومصر وكل الدول الأوروبية. هنا أيضا يبرز التنسيق المصري الدنماركي في التحرك نحو تعزيز التسوية السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية. نعم، السيد أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.